السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مع الحلقة الجديدة مسابقة رمضان. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الأعزاء، تتابعونا معنا عبر قناة الأولى والرابعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. معنا في هذه الحلقة فريقين، كوكبة الأخيار وفريق روح الإبداع. وقبل أن نبدأ نود أن نعرفها قليلا لكلا الفريقين. كوكبة الأخيار مكونة كل من أحمد يوسف محمد ومريم محمد علي ورابعة عسلية ضبال. أيضا فريق روح الإبداع نصر حسين عبدو، ياسر حمدي عبد الله، عينانشة حسين محمد. أهلا وسهلا من جديد، أنقل الميكروفون الآن لزميلي شاكر علي قيلي لكي يسلط الضوء أهم البنود في هذه الحلقة، فليتفضل مشكورا. أن جمعنا من جديد في هذا الاستديو المبارك الذي دائما يسعى لإنتاج ما ينفع ويستفيد به الإنسان، كما كان معروفا من قبل القواعد واللوائح التي ينبغي احترامها كالآتي: أن يستمع المتسابق قراءة الأسئلة من قبل المقدم، ثم يتسابق إلى قرع الجرس. أي فريق يكون مستعجلا في قرع الجرس قبل انتهاء قراءة الأسئلة يعقب بحرمانه عن هذه السؤال ويطاح لمجموعة الأخرى، ولكل سؤال درجتان، ولكل سؤال التي يتم نقلها من فريق إلى الآخر نصف درجة، أي ما يعادل درجة واحدة، وأسئلة خاصة للجمهور، وعلى الجمهور حفاظ الهدوء والاستماع وابتعاد كل ما يشوه صورة هذه الحلقة، وابتعاد استخدام الجوال أثناء الحلقة، وعدم الصيح، عدم التحرك، عدم النقل من مكان إلى المكان. وما زلنا داخل المربع الأول لهذه المسابقة، لم يبقى لنا إلا قليل حتى ننتقل معا إلى المربع الثاني، والعودة إلى زميل عبدي مهد عبد ربلة ليباشر لإطلاق هذه الحلقة. زميلي شاكر علي على تسليده الضوء بأهم البنود هذه الحلقة. معنا كما قلنا سابقا في الاستديو كوكبة الأخيار وروح الإبداع. نعم، لها خيارات. سؤال أول: ما هو لقب صلاح الدين الأيوبي؟ الفارس، الناصر، العادل؟ فريق روح الإبداع. الفارس. الفارس، إجابة خاطئة وغير موفقة لفريق روح الإبداع. وننقل السؤال إلى فريق كوكبة الأخيار. نعم، الناصر، إجابة صحيحة وموفقة لفريق كوكبة الأخيار، ولكن يكتب لهم نصف درجة. لماذا؟ لأن السؤال ما كانت مباشرة من جانبهم، فكوكبة الأخيار يأخذون نصف درجة. نعم، نواصل مجددا وننتقل مباشرة إلى سؤال ثاني، وأيضا لها خيارات. ما هي أكبر دولة إسلامية في أفريقيا؟ نيجيريا، سنغال، مالي؟ فريق كوكبة الأخيار. ماليزيا أو مالي تقصد؟ كلاهما إجابة خاطئة وغير موافقة. ننقل السؤال مباشرة إلى جهة أخرى. نعم، نيجيريا. نيجيريا، إجابة صحيحة وموافقة لفريق روح الإبداع، ولكن أيضا نصف درجة يأخذون. لماذا؟ لأن السؤال ما كانت مباشرة، نقلت من جهة أخرى. مشاهدينا الأعزاء، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحن في شهر البركات، شهر رمضان المبارك. ننتقل إلى سؤال
رقم ثلاثة أو الثالث أيضا لها خيارات. كان نبيا وابنه كافر، نوح، عيسى، موسى. فريق كوكبة الأخيار، نوح، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. إجابة صحيحة وموفقة. فريق كوكبة الأخيار. مشاهدينا العشاء، أيام وتنضوي صفحة من الزمان ويبدأ رمضان في كل مرة، ونحن هنا في الاستوديو إذاعة وتلفزيون جيبوتي، هنا أيضا أرضنا جيبوتي، أرض المحبة والسلام وأرض التبادل التجاري والثقافي. أسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر والذنوب تتناثر. نبدأ من جديد ونقول أيضا لها خيارات من الأقمشة الصناعية الخفيفة، قطن، صوف، نايلون. قطن. روح الإبداع، قطن. إجابة خاطئة وغير موافقة. من الأقمشة الصناعية الخفيفة ليس القطن. ننقل السؤال إلى جهة أخرى مباشرة. الفريق كوكب الأخيار، من الأقمشة الصناعية الخفيفة منها قطن، صوف، نايلون. صوف. صوف أيضا إجابة خاطئة وغير موافقة. إذا كلا الفريقان أخفق الجواب، ونقول الجواب الصحيح هو نايلون. نعم مشاهدينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى التوقيت الذي حددنا أن نتوجه إلى منصة، لأن هناك مشاهدون وراء الشاشة وأيضا هناك مشجعون فوق المنصة، فهؤلاء عندهم سؤالان، وأيضا لمن يجيب مباشرة يتسلم الجائزة في داخل الاستوديو، فالآن الدور لهم. أيضا سؤال الجمهور لها خيارات. سورة في القرآن ذكرت فيها آيات المواريث، آل عمران، البقرة، النساء. اسمي حسن عبد القادر، أدرس في مرتد الرشاد، أسكن حي الثالث، وأدرس صف ثاني ثانوي. لو حاولت الإجابة سورة النساء. إجابة صحيحة وموافقة. نعم سورة النساء، سورة في القرآن ذكرت فيها آيات المواريث. إذن يتسلم الجائزة في داخل الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز في هذه الحلقة من ضمن الجمهور هو حسن عبد القادر، نقول له ألف مبروك. كما نشكر مقدم هذه الجائزة القيمة راعي هذا البرنامج الثقافي الرمضاني متجر أوفر. كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، من عسل النحل نسقيكم، وأقول لكم كل الأعوام وأنتم إلى الله أقرب. نعم فلنبدأ من جديد ونواصل مشوار مع فريق كوكبة الأخيار وروح الإبداع. أسئلة أيضا دائما لها خيارات فلا تستعجلوا. ما هو الشيء الذي إذا أكل عاش وإذا شرب الماء مات؟ هل هو هواء، النار، الشجر؟ كوكبة الأخيار. النار. النار إجابة صحيحة وموفقة. نعم لفريق كوكبة الأخيار. الشيء الذي إذا أكل عاش وإذا شرب الماء ما مات هو النار. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ونعود بعد قليل. بمناسبة شهر رمضان المبارك، يعلن متجر أوفر عن توفير جميع احتياجاتكم الرمضانية، زينة رمضان، أدوات الصلاة والعبادة، أدوات المطبخ والمائدة، وجميع الأدوات المنزلية بأفضل جودة وبأسعار مناسبة. أحلى رمضان مع أوفر. رمضان كريم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، عقد وصلنا لمراحل أو مشارف النهائية في هذه الحلقة، ولكن ما زالت المنافسة شرسة بين الفريقين كوكبة الأخيار وأيضا روح الإبداع. نواصل من جديد. أيضا سؤال لها خيارات ولا تستعجلوا إجابتها حتى نكمل السؤال. هو السائل
الذي تستمد منه جميع المخلوقات حياتها. العسل، الماء، العصير. الماء. روح الإبداع. الماء. الماء. إجابة صحيحة وموافقة. نعم. هو الماء السائل الذي تستمد منه جميع المخلوقات حياتها. نواصل المشوار. السؤال الذي بعدها مباشرة وأيضا لها خيارات. الانتباه، لها خيارات دائما. اسم أو اسم الصنم كان في الجاهلية وكان العرب يعبدونه. اللات، يعوق، ود. قوة الأخيار. اللات. اللات إجابة صحيحة وموافقة أيضا لفريق كوكبة الأخيار. ننتقل إلى التي بعدها مباشرة وأيضا في خيارات كالعادة دائما لا خيارات فلا تستعجلوا. أين يقع نهر الكلب؟ لبنان، سوريا، أردن. لبنان. روح الإبداع. لبنان. إجابة صحيحة وموافقة لفريق روح الإبداع. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحن في شهر المبارك شهر رمضان وعشرة الأولى التي وصفها الله سبحانه وتعالى أنها من عشرة الرحمة. أسأل الله لكم جميعا في شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر، وأن يجعل بصمتكم سعادة وصومكم أو وصومكم عبادة وصومتكم أيضا عبادة. فأهلا وسهلا من جديد، ونواصل مشوار ومسألة المعركة الشرسة بين الفريقين كوكبة الأخيار وروح الإبداع. نعم، أيضا ننتقل إلى منصة مرة أخرى الجمهور، وأيضا السؤال موجه لهم لها خيارات. هو طفل، هو طفل صغير الذي يوجد في الطريق ولا يعرف نسبه، هل هو يتيم، لقيط، فقدان؟ اسمي أسورة أحمد حيدرة، أدرس في مدرسة الإرشاد الثانوية العامة، أسكن في حي أرحبة. الإجابة هي الخيار الثاني. إجابة صحيحة وموافقة مع أن قراءته غير صحيحة فنقول لقيط. نعم، لكن إجابته صحيحة، ولتسلم الجائزة في داخل استديو. الفائز لهذه حلقة قصورة، ونتمنى له تسوقا ممتعا، وشكر موصول لراعي هذه الحلقة متجر أوفر، ونتمنى له ولهم أيضا سعيا مشكورا. أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا الأعزاء، ونهني أيضا قصورة زميلنا الذي فاز من المنصة جائزة التي تسلمها في داخل الاستوديو ثانيا له. نعم، نبدأ من جديد. روح الإبداع وكوكبة الأخيار أيضا لها خيارات. السؤال، هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه الكثير الخير، جواد المعطي، الذي لا ينفد أو الذي لا ينفد عداؤه، العزيز، الرحيم، الكريم. الكريم. إجابة صحيحة وموافقة لفريق روح الإبداع. نعم، لا ينفد عداؤه. نعم، هو الله سبحانه وتعالى ومعناه الكثير الخير، الجواد المعطى، هو الكريم. ها قد وصلنا إلى السؤال الأخير. هو كل ما ارتفع وعلى، هو كل ما ارتفع وعلى، وهو العظم عند ملتقى الساق والقدم، هل هو كعب، سلم، الكرسي؟ فريق كوكبة الأخيار. كعب. إجابة صحيحة وموافقة لفريق كوكبة الأخيار، هو الكعب، خيارهم صحيح. مشاهدينا الأعزاء، قد وصلنا إلى مشارف النهائية لهذه الحلقة. المعركة كانت شرسة بين الفريقين كوكبة الأخيار وروح الإبداع. نعم،
أنقل الميكروفون الآن إلى زميلي فيصل أحمد الأزهري لكي يعلن لنا نتائج النهائية لهذه الحلقة وأيضا الفريق الفائز أو المشارك. فريق تفضل مشكورا ومأجورا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كنا نتابع مسابقة بين فريقي كوكبة الأخيار وروح الإبداع، وبعد مسابقة رائعة ساعد الحظ فريق كوكبة الأخيار بالحصول على درجة 9 مقابل نظيره روح الإبداع 7 درجة. نقول للفريق الفائز كوكبة الأخيار مبروك، كما نهنئ أيضا روح الإبداع على جهوده ليصل إلى هذه الدرجة أيضا مبروك. نعم، وكما أعلن لجنة التحكيم وزميلي فيصل الأزهري أن فريق كوكبة الأخيار هو الفائز، والفريق روح الإبداع نهنئه على مشاركته الطيبة وجهوده المتواصلة لأجل أن يصل إلى هذه المنصة، ونتمنى له في الأيام القادمة وفي رمضان القادم المشاركة فعالة والفوز أيضا. مشاهدينا الأعزاء والذين يتابعون معنا الآن وسابقا عبر قناة الأولى والرابعة أو التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك ويوتيوب، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.